السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. اشتهر عند الناس أنه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كذلك. هذا ليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قول بعض الصالحين. يقول بعض الناس يقرأ القرآن ويمر على آيات كقول الله تبارك لعين الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا يتناهون عن منكر فعلوه. يقول وهو لا ينكر المنكرات ولا يهتم لها ولا ينقبض قلبه، يقول أنت داخل في اللعن، يقال له فأنت تقرأ القرآن والقرآن يلعنك. وقس على ذلك بقية المعاصي التي هو متلبس بها، كأن يكون آكل الربا، كأن يكون عاقا لوالديه، كأن يكون يعني تاركا للصلاة، كأن يكون يغش، يسرق، يرشي، يرتشي، غير ذلك من المعاصي. يقول هو يقرأ القرآن وتمر عليه الآيات التي تأمر بفعل الخيرات تنهى عن فعل السيئات، وهو لا يبالي في هذا، يعمل ذلك في حياته. فيقول أنت تقرأ القرآن والقرآن يلعنك ويسبك ويقول لك أنت فعلت كذا فعلت كذا ولا تبالي، فانتبه لما تقرأ. والله أعلم.